صباح الخير بفقرة التغذية، وإحنا طبعا بفصل الصيف مع اقتراب الشهر الفضيل بدنا نحكي عن مشروبات صحية قليلة بالسعرات الحرارية ومفيدة جدا غذائيا. معنا رزان، شو حال؟ صباح الخير. صباح الخير، كيفك دانا؟ أنا منيحة، أنت كيفك؟ هلا هي مش بس قليلة، رح أعمل كمان تنين أو ثلاثة فيهم. بنصفه؟ مش بنصفه، هلا في هون طاقة كتير لأنه كمان نحن مثلا بوجبة السحور برمضان بحاجة لإشي يعطينا طاقة لبقية النهار، ودايما بنحاول نبعد عن العصائر اللي بس عم تعطينا سكر لأنه بتيجي الطاقة بسرعة وبتروح. صح. وعشان كمان الناس دايما بيقولوا لي أنت دايما بتركزي على بدهم يخففوا وزن، فنحن بدنا نركز على الناس اللي برضو بيخافوا إنه ما عم بياكلوا غذائهم كافي بشهر رمضان مع الصيام والوقت القليل، فبدنا نفرجيهم كيف يعوضوا أكثر كمان الطاقة تبعتهم. حلو. لا أنا بدي فكرة مشروبات بتنصح، بحتاج. فبتنصح وبتنحف. ممتاز. وبرضه بتنحف دانا، مش بتنحف، هي مشروبات ما فيها سعرات، لانه كثير ما بتنحف ما فيها سعرات، بس في ما فرق. فيها سعرات اكزاكت. ما في شيء بينحف بمعنى بينحف يعني. هلا ليه كمان؟ لانه برضه كل ما عم بيجوا عندي على العياده بيقولوا لي مثلا بيبدوا يسموا المشروبات، وبتبدي تشوف انه في ناس كثير ما عم تاكل أكل لكن عم بيزيد وزنها من وراء العصائر اللي عم تشربها. صح. سواء مشروبات غازيه او حتى عصائر جاهزه. صح. فاليوم رح نعمل اكثر من شغله ما فيها سعرات ونقدر نستمتع فيها هلا مع الصيف والطقس البارد، ومنها كمان بنكون عم نشرب مي للناس اللي مش كتير بيشربوا مي. تمام. لانه احنا يمكن دائما، وانا من ضمن الاشخاص بفكر انه الاكل الصلب هو اللي ينصحني، السوائل او المشروبات هي بالنهايه سوائل، ولكن بالفعل في اشخاص لما تيجي تطلع ما بياكلوا، بس كل شوي مشروبات غازيه. صح. كل شوي عصائر، فهذه لحاله بيعمل زياده وزن. وكثير مهم شو بنحط فيها يعني. مش مزبوط. كل العصائر انه لانه فيها سكر، لا، لازم نحن ننتبه شو الانواع اللي عم نحطها فيها لنخليها مفيده اكثر وبنفس الوقت تعطي السبب، سواء بدي ما انصح او بدي انصح. حلو. طيب شو اول عصير احنا هلا؟ دائما لما بنفكر بالعصير، يلا رح اعمل لك اشياء كمان اليوم. دائما لما بنفكر بالعصير بنفكر باول شيء مكون سائل اللي هو رح يعطي الفوليوم او الحجم تبع العصير، وبنفكر بالنكهه. أوكي. وبنفكر بالسكر مرات اللي بده يعطي حلاوه او ايش بديل للسكر. هلا رح نبدا اول شيء حسب ترتيب الريسيبيز اللي رح يطلعوا عنا. نشوف المقادير. اول وحده اظن هي الفرابي. هلا الفرابي هي مشروب قهوة بارد كتير يوناني بالأصل، وعادة برضو الناس اللي بيحبوا القهوة أو القهوة السريعة بالصيف ما بيقدروا يشربوها، أنا بتكون سخنة، أو إذا بنشتريها جاهزة بيكون فيها سعرات حرارية كتير عالية. تمام. فاليوم نحن رح نعملها بطريقة كتير سهلة. رح نستعمل معلقتين قهوة سريعة الذوبان، ورح نستعمل حليب قليل الدسم وكوب تقريبا، ومي بدنا كوبين، وثلج نص كوب، وسكر اختياري، او بنقدر نستعمل المحليات الاصطناعيه للاشخاص اللي عندهم سكري مثلا. هلا انا شخصيا دانا هذه القهوه بشربها بدون سكر، لانه هي يعني بس قهوه سريعه الذوبان. هلا حفرجيكي كيف رح نعملها. رح ناخذ اول شيء القهوه سريعه الذوبان، وقلنا بنحط معلقتين تقريبا، هدول هم معلقتين اصلا. يعني هذا بوعدك اليوم اعملها، لانه دائما بدنا شيء بصحصح بس بارد. صح. يكون وعشان تساعديني فيها قبل ما احط حلو. الحليب بدنا الثلج من الفريزر وبعدين بنحط كوب الحليب وبنحط مي تقريبا كوبين مع الثلج. مدلعيتنا اليوم رزان كثير بتستاهلوا دانا، عم تتعبوا كثير. اوكي. طبعا ثلج حسب ما احنا قد ايه بدنا، شوي لانه لسه ملزه. اوكي. هلا هذا زي ما قلنا للي بيحبوا يشربوا قهوه. حطينا حليب قهوه وثلج. قهوه حليب، والسعرات هون جاي من القهوه. بتحبي سكر؟ انا ما حطيت سكر. مش مشكله، لا مش ضروري. دقيها بدون سكر رح تطلع زاكيه. نخلطها خلطه حسب قد ايه بدنا الثلج يدوب، وبتصير قهوه مع الرغوه تبعتها. بس سهل جدا. والاهم من هيك دانا السعرات. شفتي السعرات تبعتها ولا لا؟ لانه قلنا هون السعرات جاي بس من هاي. رح نغسلها عشان نستعملها مره ثانيه. اغسل لك اياها لو سمحتي، اليوم شغلتك كثير معي. كان في الورقة الصغيرة هيها. السعرات الحراريه فيها بس 35 سعره حراريه، واللي هي جاي بس من الحليب. فهذا مشروب بارد للناس اللي بيحبوا القهوة، عم ندخل قهوة، وللناس اللي ما بيشربوا حليب هذا بيساعدهم كمان انه يشربوا حليب اكثر. تمام. فهذا واحد من المشروبات بنمسحها اللي بنقول قليلة السعرات الحرارية.
وبدل الكريمة والاشياء الجاهزة اكثر. هلا المشروب الثاني فكرت رح تذوقيني اياه عشان الجلاد. هيا ادوق. فكرت ما بدك تبدي بالقهوة، بدك تبدي بالاشياء اللي فيها طاقة. 35 سعرة دانا بدون سكر. قولي لي كيف حسيتي بدون سكر؟ عن جد زاكي، عن جد زاكي صح؟ والرغوة بس انه ما عشان على الخلاصة. هلا بتروح يعني، هلا طلع على الكاسة دانا كيف بتصير، حتى لما تقدمي له ضيوف بصير شكله كتير حلو، لانه بتصير تبدا القهوة تنزل لتحت. دائما بحس قصص القهوة الباردة رزان انه مش بسهولة بتقدر تعمليها في البيت، يعني هاي الاشياء اللي نشربها برا بمحلات برا فطلع سهل. وبرا دانا المشكلة ايش؟ حليب كامل الدسم والكريمة والسكر بيكون كمية كتير اكبر، ومرات بحطوا كراميل. هلا هون نحن عم نعمل المكونات اللي احنا بدنا اياها. هلا برضه بعض الاشخاص بحبوا يدخلوا فيها زي طعم الموكا مثلا، بتقدر تحطي كاكاو. من الكاكاو سريع الذوبان معلقتين مع هاي الخلطة، برضه بتعطيكي نكهة القهوة مع الكاكاو. حلو. فبتكون طيبة كتير. هلا المشروب الثاني برضه من المشروبات اللي قليلة السعرات حرارية، واللي هو نشوف السلايد تبعته، أظن الليمون بعد هذا يجي. الليمون بالنعنع من أشهر المشروبات الباردة واللي كتير بنستعملها. هلأ الليمون بالنعنع أول شيء بروق الأعصاب لأنه فيه النعنع بارد، وبرضه بيعطينا مجال نشرب مي أكتر. هلأ برضه هون بنستعمل عصير ليمون حبتين، وبنقدر مي طبعاً 4 أكواب. دايماً بنحط لكل ليمونة كوبين مي علشان نعرف العيار ما يطلع حامض كتير. تلج بنحط تقريب الكوب، نعنع طازة نص كوب، سكر أو محلي اصطناعي أو محلي اصطناعي معلقة، وبذور الكتان معلقة صغيرة. هون أنا دخلت جديد بذور الكتان لأنه نحن أول شيء بدنا ندخل شوية ألياف، ندخل شوية أوميجا، فهون أعطينا قيمة غذائية أكبر للعصير تبعنا. فبنحط برضه الليمون ليمونتين، وتقريب قلنا كل ليمونة بتأخذ كوبين مي علشان ما تكون حامضة كتير. ومنحط النعنع، نعنع طازة تقريب الربع كوب، إذا بتحبي طعمة النعنع أكتر بتقدر تضيفي أكتر. ومنحط إلى الأشخاص قلنا اللي عندهم سكري بيقدر يحطوا المحليات الاصطناعية، وللأشخاص برضو اللي بيخافوا على وزنهم بيقدر يحطوا المحليات الاصطناعية، بيصير هذا المشروب ما فيه أبداً سعرات حرارية، صفر سعرة حرارية. ومنحط معهم ثلج برضو علشان يعطي النكهة البرودة اللي احنا بدنا إياها. لا دانا صايرة سكتت كثير، تكسر ثلج وبتجلي. أوكي. وبرضو منخلطهم بالخلاط. شريت خلاط؟ بس تستعملي من أهم الأشياء، حتى ألوانه كتير فريش وكتير منعشة. أوكي. هيك بيكون صار جاهز العصير تبعنا برضه. وهذا زي ما قلت فيه بس ليمون ومي ونعنع بارد كتير، وبشهي لونه حتى وطعمه. واهم شيء اذا بدنا نزيد اللون الاخضر نعناع اكثر، او ممكن تستعملي اللايم، بتدخلي شويه لايم اللي هو الليمون الاصفر الصغير كثير، بعطي حموضه مع شويه حلاوه. تمام. وهذا صفر سعرات حراريه اذا ما استعملنا سكر او استعملنا المحلي الاصطناعي، لانه الليمون ما بيعطي سعرات، النعناع نفس الشيء. فهذا بيكون وين نحطها هون عشان تبين. حلو. وقلنا دخلنا فيه برضه بذور الكتان لحتى يعطي الالياف اكثر والاوميجا والمواد المضاده للاكسده. كثير دائما بنحكي عن البذور الكتان وكيف بدنا ندخلها وقد ايه ممكن تكون مهمه. فهيك طيب هلا احنا حطينا سكر. انا اليوم حطيت سكر. هلا برضه صفر لا بتكون السعرات تبعت السكر، يعني مثلا لهي الكميه حطينا معلقه طعام. معلقه الطعام فيها تقريبا 45 سعره حراريه. لما بتقسميها على كاستين بيطلع لك 20. هلا 20 مقارنه بالعصائر اللي احنا بنشتريها جاهزه بيكون على الاقل فيها 100 سعره حراريه. واو. وسكر. بتكون كميه السكر كتير اكبر. فهون اعتمدنا على عصير خفيف فيتامين سي فيه، وهذا شيء كتير نحن بحاجه له كمان بفتره الصيف أكثر. تمام. فهدول اول 2 درينكس كانوا بسعرات حراريه كتير كتير قليله. حلو. هلا ايش نشوف؟ هلا برضه سعرات 3 بسعرات حراريه قليله و3 بسعرات نشوف. طاقه اكثر. هلا الثالث اللي هو الشاي الاخضر بنكهه الذره، وهذا كتير كتير طيب. عادة برضه بنشتريه جاهز، بيكون مضاف له كتير منكهات وسكر وأشياء تانية. نحن اليوم نعتمد على نكهة الذرة هي للسكر. تمام. فبنستعمل فيه 4 حبات ذرة، منقيهم يكونوا مستويين دانا كتير. ومي كوبين وتلج
ومغلف شاي اخضر 6 تقريبا. حلو. والسكر اذا بنحبه ما يكون ثقيل بنقدر ناخذ 3 سكر برضه او محلي اصطناعي. هلا طريقه التحضير لهذا الشاي كثير سهله. نحن بنقسم الدراء دانا وبنغليه مع المي. بعد ما يغلي ويفور اكثر بنستعمل هاي المي للشاي، فبنحط فيها مغلفات الشاي لحتى تنقع وتاخذ النكهه. بعدين بنحطهم بالثلاجه بهاي الطريقه، وبس بدي اشرب بس بصفيه. هو ساخن لما نكون عم نغلي وهو ساخن بنحط التي باج، لانه ما بتقدر تحط اكياس الشاي الا طبعًا. اذا كان سخن. هلا اذا عندنا شاي ورق بنقدر نحطه كمان بيكون افيد. أوكي. بعدين بنصفيه وبصير شاي اخضر بنكهه الدراء، ياي وكثير طيب. دقي قبل ما احط السعرات تبعته بنحف؟ لا قلنا الشاي الاخضر ما بينحف، بس المواد المضاده للاكسده فيه كثير قويه. واو. وطعمته كثير طيبه. وخفيف وبارد بالصيف، يعني برضه اذا بتحبيه ابرد اكثر دانا. يعني رزان مش عارفه كيف اشكرك على الثلج. واو. وفيه بس 10 سعرات حراريه. واو برافو. اوكي هذا ثالث عصير، رح اقدمه لقدام عشان يقدروا يفرجوه على الكاميرا، اللي هو الشاي الاخضر بنكهه الدره. اوكي هلا رح ننتقل للعصائر. هلا نشوف الاشياء اللي فيها سعرات حراريه عاليه او بتعطينا طاقه. طبعا. اللي هي بنقدر بشهر رمضان نستفيد منها مثلا على وجبه الافطار. او على وجبه السحور، لانه فيها رح تكون الياف كمان رح ندخل. يب. هلا المشروب الرابع بعديه عشان نمشي بترتيب السلايدز والمقادير، اللي هو مخفوق التمر بالحليب. نحن كثير بنستعمل تمر برمضان وهو كثير مفيد. رح نحط بهذا المقدار لبن 2 كوب. رح نحط حليب خالي الدسم عشان يعوض عن اللبن لانه كامل الدسم 3/4 كوب. تمر من قيم البذور تبعته، نكهه الفانيلا، رشه قرفه وثلج. برضه بنحطهم كلهم بالخلاط كلياتهم مع بعض. هلا هذا بيعطينا 236 سعره حراريه، اللي هو هذا المشروب عندنا هون دانا، وبيكون غني بالسعرات الحراريه المفيده، غني بالفيتامينات والمعادن لانه دخلنا فيه التمر، وغني بالكالسيوم كمان، ونحن بحاجه للبروتين. طبعا. فهو وجبه متكامله، فيه الياف، فيه بروتين، فيه معادن. وفيه بالضبط 236 سعره حراريه. طيب. هذا المشروبات اللي بتعطينا طاقه. امي بس امي طبعا هاي وبدك تحركيه شوي قبل دانا. هذا تمر وحليب ولبن. تمر وحليب ولبن وقرفة. وقرفة عشان تعطي النكهة. دانا دقت كل شيء. ونكهة التمر كثير طيبة برمضان، يعني طابع رمضان بتعرف كثير، لأنه نحن بحاجة نعوض الفيتامينات والمعادن اللي احنا بدنا إياها. الخضار اللي هو هذا، الخضار كثير غنية بالفيتامينات والمعادن والمواد المضادة للأكسدة. راح ندخل فيه جزر وخيار، بقدونس، فلفل أخضر، سبانغ وبندورة. هذا غريب. هلا هذا نكهته غريبة للأشخاص اللي ما بحبوا السلطة كثير، أو في بعض الأشخاص الكبار بالعمر بتضايقوا من أكل السلطة. فنحن هون عملنا السلطة بمشروب وعم نشوفه جاهز دانا، بس اللي جاهز عم بيكون مضاف له كمية ملح كتير كبيرة. هلأ هو هون هذا عصير الخضار، بنخلطهم كلياتهم مع بعضهم، لونه غامق شوي لانه معمول من امبارح، بس لما بنعمله نحن طازه بتكون لونه اخضر اكثر باهت. وبيكون فيه كل هدول الخضار، هي سلطه بس عملناها على شكل عصير. حل. فيها فقط 117 سعره حراريه، غني بالكاروتين، غني بالفيتامين سي، وغني بالمواد المضاده للاكسده من الخضار كلياتها اللي حطيناها فيها. طبعا. اوكي هلا المشروب الطاقه اللي برضه كنا عم نحكي يعني عنه، يعني هذا قبل بده يعمل رياضه، بده يروح الجيم مثلا او بعد هذا، وعلى السحور كمان كثير مفيد. هلا ليش؟ وهذا كثير مهم للاشخاص اللي عندهم امراض سكر وضغط، رح احكي ليه، لانه فيه كثير نبته كثير مهمه واللي هي شايفينها عندنا هون. بس نحكي مقاديره اول. مشروب الطاقه رح يكون فيه حبه مانجو، ورح يكون فيه برتقانه عصير وحده، واناناس تقريبا الكوب بيكون مقسم، والكرنب او الكيل واللي هي النبته الخضراء هاي اللي عندنا، برشه زنجبيل تقريبا معلقه صغيره، وبذور كتان. فهو غني كثير بالمواد المضاده للاكسده، وبيطلع شكله بهاي الطريقه. وبيعطينا 260 سعره حراريه. هلا بيجي جامد شوي لانه المانجو بتعطيه هاي الكثافه، هاي الكثافه. اذا بنحب نخففه بنقدر نخففه. بتحبي تدوقيه؟ طبعا لانك اليوم هلا هو عباره عن فطور. اذا هذا وجبه لانه السعرات الحراريه فيه كثير عاليه.
هلا اهم شيء بالكيل او اللي هي نبته الكرنب اللي اليوم موجوده عندنا واللي كثير استغربت منها، هاي من اهم النبتات اللي تابعه لمجموعه الخضار الصليبيه اللي هي الزهره والبروكلي والملفوف. غنيه كثير كثير مهمه لانه فيها ثلاث مضادات للاكسده. عندنا اول شيء هي ضد الاكسده، ضد الالتهابات، وضد السرطان. ففيها ثلاث اشياء كثير كثير مهمين. غنيه كثير بالفلافونويدز ومركزه فيها بطريقه كثير كبيره. غنيه بفيتامين كي واللي هو كثير بيساعد بالالتهابات، وبرضه في بعض الابحاث قرات انه ناقص فيتامين كي بيعمل الهالات السوداء تحت العين. فهي غنيه كثير بفيتامين كي. هلا اكثر شيء مهم فيها لما نحن بنقارن الغنى تبعت المواد مقارنه بالسعرات الحراريه تبعتها، لانها تابعه لمجموعه الخضار ما فيها سعرات حراريه كثير، وبنفس الوقت مقارنه بغناها بالمغذيات كثير عاليه. غنيه بفيتامين اي طبعا كثير، وغنيه بالمغنيسيوم. فهي من الخضار اللي كتير نحن منركز عليها، نحاول نجرب ندخلها بمطبخنا وبأكلنا. يعني مش عارف شو أحكي لك، أتوقع فشيتي غل الكل اليوم بالعصائر. يسلموا رزان. إذن بين العصائر قليلة السعرات الحرارية أيضا المفيدة. شكرا لك. شكرا رزان.